في الوقت الحالي ومع عرض الصورة الأولى لسوبرمان بالزي اللي هيظهر بيه في فيلم سوبرمان القادم، الجميع هنا مركز فقط مع البدلة، ويا ترى البدلة حلوة ولا وحشة. وطبعا مش عاوزين نجادل في نقطة زي دي، إن كل واحد بيكون شايف البدلة من حسب وجهة نظره فقط. في النهاية كده لازم يكون في اختلاف آراء، وده لأن لولا اختلاف الآراء لبارت السلع. فبعيد عن ده كله، خلينا بقى نروح على الجانب التاني اللي بيوصلنا للأخبار اللي انتشرت وحصلت وقت عرض صورة سوبرمان، اللي هوضح لك كالعادة كل حاجة بالتفاصيل. لو لسه مشتركتش في القناة، انزل اشترك وفعل زر الإشعارات على الكل عشان يوصلك كل جديد، وحط لايك على الفيديو من غير ما نطول في الكلام. يلا نبدأ. بنروح لأول حاجة كده بنعرف كده من جيمس جان وبيتر سافران إن الممثلة جال جادوت ممثلة شخصية وندر وومن اتقدمت معانا في العالم السينمائي القديم، هي بشكل رسمي خارج العالم السينمائي الجديد، واللي يمكن كان فيه جدل كبير حوالين الموضوع ده، واللي ما كانش واضح بشكل كبير من وقت ما جيمس جان مسك رئاسة استوديوهات دي سي. فهنا يعتبر كده اللي حصل وقتها إن جيمس جان يعتبر عمل ريكاست لكل الممثلين أو معظمهم. خلينا كده نتكلم عن الكاست الخاص بالجاستس ليج، اللي بالفعل تم استبدال الكاست ما عدا شخصية وندر وومن دي طبعا، اللي كان حواليها جدل، وانها مرة تطلع تقول انها مكملة في العالم السينمائي الجديد. على الجانب التاني جيمس جون ينفي الكلام ده، عشان هنا في النهاية بنوصل للخبر اللي بينهي الجدل ده، ان كده بنعرف ان جال جادوت هي خارج العالم السينمائي الجديد، مش هتعمل دور شخصية وندر وومن مرة تانية. فبعد الكلام ده كده بنتأكد ان اكيد هنشوف الشخصية دي في العالم السينمائي الجديد، ولكن بممثلة جديدة. بس في نفس الوقت دي ما توصلش ان يكون في فيلم خاص للشخصية، لان الشخصية دي ليها فيلمين في العالم السينمائي القديم، يعتبر كده زيها زي اكوامان. اللي انا من وجهة نظري شايف ان مصير اكوامان هيكون برضو زي مصير شخصية وندر وومن، وان اكيد هنا هيتم التلميح عنهم في المرحلة الاولى والتانية، اللي ممكن كمان يتقدموا معانا بدون اي فيلم منفرد بيهم لوحدهم، وده يمكن يحصل على الاقل خالص في الشابتر الاول والتاني. فبعد الخبر ده كده، واللي بنتأكد خلاص ان الممثلة جال جادوت هي خارج العالم السينمائي الجديد، بنشوف الممثل كريس باين، الممثل اللي كان عامل معانا شخصية ستيف. فاللي بنعرفه كده ان هو مصدوم ان جيمس جان قام بالغاء الجزء الثالث من سلسله وندر وومن، اللي كان يعتبر من وجهه نظره ان كانت هتكون صفقه رابحه لعالم دي سي. كمان بيعترف كده ان فكره اعاده ستيف مره تانية في الجزء الثالث من وندر وومن كانت هتكون فكره سخيفه جدا، وانه كمان كان هيرفض ان هو يرجع مره تانية للدور ده. فالميزه في الموضوع هنا ان انا شايف بصراحه الاحسن حاجه حصلت ان تم الغاء الجزء الثالث من سلسله وندر وومن، ان واضح كده ان ما كانش في حاجه مميزه ممكن يقدمها لنا في الجزء الثالث. كمان من كلام كريس بنعرف كده ان هو كان هيرجع مره تانية لدور ستيف، واللي هو من الاخر كده كان هيقدموا لنا فيلم حلب وخلاص للشخصيه. افضل حاجه في النهايه ان بالفعل الجزء الثالث اتلغى واستبعاد الممثله جال جادوت. بعد كده بنوصل للممثل ديفيد كورنسويت، واللي بنشوفه كده ليه صوره جديده، والتغيير الجسدي حرفيا اللي بيظهر عليه ده استعدادا لدور سوبرمان، وطبعا الفرق واضح هنا وضوح الشمس ما بين قبل وبعد. كمان ده يعرفك هنا ان الممثل بيستعد وبشده. طبعا خلينا افكرك ان الممثل ده هو اطول ممثل هيعمل شخصيه سوبرمان، يعني هنا من الاخر ما تستهونش بالطول والجسم. طبعا انت لو جيت تتخيل، فنقدر نقول كده ان طوله متر حاجة وتسعين سنتي مع جسمه اللي اتغير بشكل كبير جدا، فحرفيا هنا انت بتشوف كائن تقدر تقول فعلا عليه سوبرمان حقيقي. علشان هنا كده بعد صورة الممثل ديفيد كورنسويت، بنشوف شوية صور كده من الممثلة ريتشارد بروسنان، الممثلة اللي هتعمل معانا دور لويس لين. يمكن الصور اللي كانت منزلاها دي ما لفتتش انتباهي غير صورتين او صورة وفيديو صغير. فهنا لو جينا نركز مع الفيديو اللي هي كانت مصوراه، فخلينا اقول لك كده انها كانت بتصور حشرة عنكبوت عادي جدا، يعني خلينا اقول لك كده ان ده ما كانش تلميح لحاجة معينة، يعني اللي مش هنفتح المالتي فيرس وبعد كده بقى ندخل مع سبايدر مان والكلام ده، لكن ان انا شايفه ان هو فيديو عادي جدا بتصور فيه حشرة العنكبوت. ولكن هنا بعيد عن الفيديو ده، فخلينا بقى نرجع تاني للصور اللي كانت منزلاها، وهنا الصورة اللي لفتت انتباهي صورة كده وفيها الكوميكس بتاع اول ستار سوبرمان. برضه هنرجع مرة تاني واقول لك للمرة المليون، دايما بيتم التلميح في الصور عن الكوميكس ده، واللي اكيد مع الكوميكس دي طبعا هيقتبس منها شخصيات، ان كان بقى فيلنز او حتى الشخصيات اللي هتتقدم معانا على مدار الكوميكس.
لان هنا لما تيجي تركز في حاجه زي ديت، لان الموضوع مش طبيعي. يعني لو كان الموضوع طبيعي كنت ممكن تشوف تلميح مره او اتنين وخلاص على كده، ولكن هنا مع كل صوره او كل حدث لازم نشوف تلميح عن الكوميكس بتاع اول ستار سوبرمان. طبعا هنا انت لو متابع قناه الكوميكس هتلاقي ان انا هناك بتكلم على الكوميكس دي، وعن طريقها هتعرف كمان ان لويس لين هيكون ليها دور مهم جدا عبر الاحداث بتاعه فيلم سوبرمان اللي جاي، وده بالفعل لو تم الاقتباس من كوميكس اول ستار سوبرمان بشكل كبير جدا في الفيلم القادم اللي زي ما قلت لك قبل كده، ده على كلام جيمس جان. وحاجه زي دي مش هتكون متوقفه فقط على شخصيه لويس لين، بل كمان على بقيه الشخصيات اللي هتتقدم معانا في الفيلم. وهنا بقى نوصل لشخصيات هتتقدم معانا في العالم السينمائي الجديد، وان في اكتر من خبر بدأ يظهر ويتكلم في الموضوع ده، ومن اول الشخصيات دي شخصية كونستانتين، وكمان معانا شخصية زاتانا. هنا الشخصيات مش بتتوقف لحد هنا علشان نسمع ان في شخصية اتريجان وديد مان كمان هيتقدموا معانا. وهنا قبل ما اقول بقية الشخصيات اظن كده انت عرفت الشخصيات دي هتوصلنا لايه، هو فريق جاستس ليج دارك. ورغم ان الاخبار دي ما تمش تأكيدها لسه بشكل رسمي، لكن خليني اقولك ان هي هتكون حقيقة، لان اول حاجة عندنا كده عمل يخص شخصية سويم ثينج ده من خلاله قلتلك من البداية كده ان اكيد هيمهد لجاستس ليج دارك على الاقل خالص شخصية كونستانتين. طيب هنا بقى بعيد عن مشروع سويم ثينج، خليني اقولك ان من فترة كده جيمس جون نزل صورة، الصورة دي تخص شخصية ديد مان، وسبق واتكلمت عن الموضوع ده قبل كده لان دي برضو تاني شخصية تخص الجاسوس ليج دار. غير كمان ان كان في اخبار منتشرة من فترة حوالين شخصية زاتانا، بالاضافة كمان مع الكلام ده ان جيمس جان صور صورة كده تخص الكوميكس اللي عنده، واللي انا برضو عملت عنه فيديو هنا على القناة قبل كده، اتكلمت كده عن الصورة دي وعلى كل الكوميكس اللي كانت متواجدة فيها. لما تيجي تركز هنا على الكوميكس اللي متواجد في الصورة هتلاقي هنا ان في كوميكس يخص شخصية زاتانا، يؤكد كده ان بالفعل الشخصية دي هتظهر معانا في العالم السينمائي الجديد. فانت هنا لما تيجي تربط الاخبار دي مع تلميحات جيمس جون، في النهاية ده كله يوصلنا اننا هنشوف جاستس ليج دارك هيتقدم معانا في العالم السينمائي الجديد. واللي انا شايفها من وجهة نظري ان دي هتكون حاجة كويسة جدا ان جيمس جون يعملها في العالم ده، يعني على الاقل كده نقدر نقول لو انت عاوز افلام شبيهة بعالم مارفل اتفرج بقى يا عم على دي سي وعادي جدا يعني، لكن لو حابب حاجة مظلمة فممكن تتابع الاعمال الخاصة بفريق جاستس ليج دارك، كان بقى عمل لشخصية زاتانا او كونستانتين او حتى ديد مان كده. الاحوال ده كله هيوصلك للاعمال المظلمة والسوداوية. اللي بتمنى بصراحة ان جيمس جون يركز جدا مع الشخصيات دي، خصوصا شخصية كونستانتين، لان هنا لما جيت اتفرجت عليهم في الافلام الانيميشن اللي اتقدمت معانا في العالم القديم كانوا متقدمين معانا بطريقة اسطورية، واللي اتمنى بصراحة ان نفس الطريقة دي اللي يتقدموا بيها في العالم السينمائي الجديد، خصوصا كده شخصية كونستانتين. ولكن الموضوع ده مش واضح لحد دلوقتي، هل جيمس جون هيقدم كونستانتين بممثل جديد، ولا هيقدم معانا الشخصية اللي كان عاملها الممثل كيانو ريفز، وده هيقدم معانا الشخصية قبل كده والمفروض يكون في جزء تاني للفيلم ده، اللي لحد دلوقتي مفيش اخبار بتدور حوالين الجزء التاني، واللي يمكن الاخبار متوقفة من فترة، ولكن خليني اقولك ان الاخبار حوالين المشروع ده او الجزء التاني انه اخد بالفعل الضوء الاخضر، وان المفروض كده ان هيكون في جزء تاني من كونستانتين من بطولة كيانو ريفز. ولكن هنا اللي بنلاحظه من فترة ان الاخبار توقفت حوالين الجزء التاني، علشان هنا ممكن جيمس جون يكون عاوز يضمه لعالم السينما الجديد، او ممكن يلغي الجزء التاني بالفعل ده علشان يتقدم معانا شخصية كونستانتين بممثل جديد. واللي زي ما قلت لك كده من شوية ان الموضوع ده لسه مش واضح لحد دلوقتي، ولكن بالفعل الشخصية دي هي جاية في العالم السينما الجديد بتاع دي سي. فحب اقول لك كده من دلوقتي ان اكيد الخبر ده هيتم تأكيده خلال الفترة اللي جاية من خلال الشخصيات اللي هيتم تأكيدها بالفعل ان هي هتظهر معانا في العالم السينمائي الجديد. انت كده عندك خلاص هيتقدم الجاستس ليج اللي احنا عارفينهم واللي على رأسهم شخصية باتمان وكمان سوبرمان. عندنا على الجانب التاني مشروع يخص فريق التين تايتنز اللي خلاص تم التأكيد بشكل رسمي، ويبقى قصاد ده كمان عندنا فريق جاستس ليج دارك. بس كده يكون فيديو النهارده خلص، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك، وبيس.